15, Alan! Exato. Ó, man to man! Man to man! من جيكسون في هذه العرضية في هذه ركلة الزاوية لوجود لمسة يد. هنا الإعادة، هنا اللقطة، كرة صعبة على المشاهد وكرة سريعة على لاعب عبد العزيز أحمد المحيميد. أحمد المحيميد في الكرة الماضية لوجود كان مطالبة من لعيبة فريق قرار بوجود لمسة يد، لكن حكم اللقاء أعطى استمرارية للقطة الماضية. مرتد الآن لفريق الجبلين، دياغو ميراندا بالسرعة، دياغو ميراندا بالمهارة، ميراندا دياغو البرازيلي يلعب كرة يكسبها مرة أخرى، يحاول فيها إلى ركلة الزاوية، إلى ركلة الزاوية. اليوم تعود الحياة للمدرجات من جديد عزيزي المتابع، اليوم نسمع صوت المشجع في المدرج من قريب. شكرا لوزارة الرياضة على الحرص للجماهير بعد أن أخذوا الخطوة المهمة وأخذوا اللقاح ولا محصنين يا عزيزي. ركلة الزاوية للجبلين، المتقدم بهدف في هذه المباراة، المتقدم بهدف في هذه المباراة، صاحب 70 نقطة، وكرة ملعوبة الآن ورأسية تأتي. الله الله، الجبلين يواصل ضغطه، الجبلين يحاول لهدف ثاني، كرة مرتدة الآن سريعة لكن بعيدة عن زياد سالم. زياد سالم هذا وينه؟ هذا وينه من الشوط الأول؟ والله لاعب متحرك، لاعب مزعج في الطرف اليسار. هنا رأسية ديمورا ما غيره بالرأس أخذها، لكن حارس المرمى كان أقرب سلطان الغام. دي كرة ملعوبة الآن من الرمى الجانبية، تنفذ إلى أمام، تنفذ تعود إلى الخلف إلى دفاعات فريق عرعر. فهران فالح تتحول اليمين، كرة في الوسط تعود الآن أحمد فهد إلى علي الجهيم في الطرف اليسار. كرة ملعوبة الآن في المناطق الدفاعية، تعود إلى الخلف، ضغط من ديمورا على حارس المرمى، تتخلص تعود على الجهة اليمين، محاولة من العساف ياسر يلعبها على الطرف اليمين، نقلة سريعة، الكرة في وسط الملعب إلى جيوفاني، كارلوس جيوفاني البرازيلي يرجعها على الجايم، تدوير الكرة للعيبة العرعر، كرة إلى أمام، صاحب 70 نقطة فريق الجبلين بالتساوي مع فريق الطائي. غريمه التقليدي في منطقة حائل عروس الشمال، الجميع يبحث عن بطاقة صعود في الجولات المتبقية. ومباراة الفيحاء والطائي سلبية الشوط الأول، مرور برازيلي جميل، الله الله يا دياغو ميراندا يرجعها، يحاول فيها بالمهارة، يكسب خطأ. هذا الموسم الجبلين يقع عنده قيمة فنية كبيرة وعندها لاعبين متميزين بصراحة في أرضية الميدان، تجد الحلول السريعة، تجد التكتيك الفني من بعض اللعيبة البرازيليين في أرضية المباراة، أدوات نجحت فيها الإدارة الجبلين. خطأ الآن لمحمد السفري للجبلين على تنفيذه، كرة عادت الآن، خطأ ينفذ سريع، تتخلص من دفاع العرعر، عادت في المنتصف، السفري يعود بالكرة إلى الخلف، جبلاوي يلعب واحنا لك سند. شوف اللافتات في أرضية المباراة، ولكن الأحلى شوف الجمهور الحاضر، شوف الجمهور المساند، الجمهور القريب من فريقه الآن يشجع من قرب، وعشق أبدي من جمهور الجبلين لهذا الفريق سنوات وسنوات، وهم خلف فريقهم يساندون يتابعون
من دوري الدرجة الثالثة إلى الثانية إلى الآن إلى المحترفين يقتربون خطوة خطوة يا عزيزي المشاهد. لو انتصر في المباريات المتبقية يظفر ببطاقة الصعود إلى دوري المحترفين، إلا إذا كرة عادت الآن في وسط الملعب، تتغير الأمور. كرة عادت الآن في وسط الملعب، أي لقاء يخسر فريق الطائي يعطي الإضافة ويعطي الاطمئنان الكبير لفريق الجبلين، وبالعكس لو انتصر الطائي وخسر الجبلين الأمل الكبير يعود لصاعد الكبار صاحب الخبرة العريضة في السنوات مضاهكة كبيرة في دوري المحترفين. محمد السفري، ننتظر وإياكم في الجولات المتبقية القادمة في دوري الدرجة الأولى، أصعب مسابقة وأطول مسابقة راسية تأتي، وفرصة فرصة لفريق عرعر مرت من أمام اللاعبين في الكرة الماضية. كرة عادت الآن للجبلين، تتخلص من حضريتي، تقطع من أمامه، تتخلص بشكل ثاني. كرة على اليمين لفريق عرعر، مرتدة قادمة، مرتدة، لكن عبد الله حايف على التغطية، مطر حمد يمشيها، وهزازي يبعد هذه الخطورة، تعود مرتدة قادمة، مرتدة قادمة، مالوم عثمان يمشيها في الجهة اليمين، ملعوبة لهزازي، مالوم عسو يعرضها لكن تبعد من أمام دياغو ميراندا. عادت في المساحة لحمد مطر، يمشي كرة لكن رايا وجود تسلل على جاكسون دي سيلفا، تسلل واضح، الشوط الأول لهذه الجولة. تصل الأخبار في لقاء الكوكب والدرعية، هدف لهدف في لقاء الكوكب والدرعية، ولقاء النجوم أحد، يكسب الضيف فريق أحد النجوم بثلاثة مقابل هدف. خلاص النجوم ودع هذا الموسم إلى دوري الدرجة الثانية. أيضا فريق عرعر، تبقى المنافسة بين الثقب والبكيرية والنهضة مباريات مهمة في مسألة الحسابات في المباريات المتبقية. الشوط الأول ينتهي في لقاء الفيحة والطائي سلبية بدون أهداف، وفي لقاء الثقبة والنهضة أيضا سلبية بدون أهداف. كرة عند ملوم لكن كرة راحت، كرة على اليمين تأتي مرة أخرى، مرتدة قادمة، حمد مطر ياخذ كرة ينطلق فيها، يمررها جاكسون لكن بعيدة، مرتدة مرة أخرى في الجهة اليمين، هزازي يحاول فيها، ماجد هزازي يمشي كرة لعثمان ملوم، تحرك في الشوط الثاني، ملوم إلى ديمورا، تقطع من أمامه، وفرصة الله يا حضريتي. كرة عبد الله حضريتي فكرتها حلوة، مر بالمدافع وركنها في زاوية لكن بعيدة كانت، لم يحالف الحظ في هذه اللقطة في هذه الكرة بهذه الثقة. كرة في الجهة اليمين، ياسر العساف، عادة المنتصف أحمد فهد، سلطان الدوسري 31 سنة، لعب للشعلة ونجران والأهلي، يلعب مدافع في هذا اللقاء أمام ديمورا. كرة تلعب الآن، يكسب في رمى جانبية، كنت أتكلم عن الجمهور الحاضر وعن هذا الطرب وعن هذه الأهازيج. الله والله أيام مرت صعبة، لكن إن شاء الله نهاية كورونا. كرة ملعوبة الآن، مرتدة قادمة، وفرصة متاحة لكن تبعد هذه الكرة إلى ركلة مرمى، كان مضايقة
على لاعب فريق قرار. هذه الانطلاقة الجميلة محمد ظاهر، محمد ظاهر. وبصراحة فريق قرار لم يظهر من بداية الموسم، فقد نقاط كبيرة وفقد البقاء لموسم ثاني في دوري الدرجة الأولى. كرة أمامية تلعب، دي مورا في الاشتراك، يمشيها في اليسار إلى حضريتي، دياغو ميراندا يأخذها باليسار بالكعب يتركها إلى حضريتي، حاول يمر بالمهارة حضريتي. الله الله يا حضريتي، الله يا حضريتي، أحد الانتقالات اللي قادم من فريق القادسية بنو قادس. هذا اللاعب الجميل لعب لأندية عريضة، القادسية والرائد والشباب وضمك والفيحاء. كرة ملعوبة على اليمين، مالهم عسو، كرة عادة الآن للوسط الملعب، ملعوبة بشكل جميل، نقلات على مرمى فريق قرار، تتحول إلى رمى جانبية. هذا عسو، هنا حضريتي، شوف حضريتي حاول أن يكسب هذه الكرة لكن تغطي على عبد الله حضريتي. أحد الإضافات الجميلة والحلول ليدي مورا في تمرير الكرة السريعة. شاهدنا مباريات كرة ملعوبة الأمام لكن تصل سهلة، تصل سهلة، اتفقنا أنه لم تعد هناك مباراة سهلة ومضمونة في دوري الدرجة الأولى، ولم يعد هناك مباريات في المتناول لبعض الأندية الكبيرة في دوري المحترفين أو دوري الدرجة الأولى. ورقتين لحكيم عون بعد أن شاهدنا تغييرين حضرت. إذا محمد بشير، محمد بشير اللاعب القادم، محمد بشير واللاعب منصور عسيري. ورقتين في هذا الشوط الثاني، يدرك فريق العرعر أن فريقه يترك دوري الدرجة الأولى. شكرا لفريق عرعر اللي قدم لنا مباريات كانت رائعة، لكن المحصلة النهائية والنقاط لم تسعف بالتواجد والبقاء لموسم ثاني. ترتيب أموره، هذا مطلب كبير الآن من جمهوره في منطقة عرعر حدود الشمالية، وتقديم لنا صورة ثانية إن شاء الله لفريق عرعر. يعني بالمناسبة شاهدنا أندية تتواجد في دوري الدرجة الأولى، تصعد المحترفين ثم تعود. أتمنى ألا يؤثر على لاعبين عرعر مسألة الهبوط والتواجد في دوري الدرجة الثانية. تدرك الإدارة الكبيرة بقيادة الأستاذ المهندس علي السويلم رئيس النادي اللي حقق لهم الإنجاز في دوري الدرجة الثانية وصعود المحترفين لأول مرة. لأول مرة عزيزي المتابع يعود إن شاء الله، وتقديم لنا فريق ثاني يقارع الكبار. كرة أمامية ترسل، كرة طويلة تصل سهلة، تصل سهلة، كرة عادت الآن في المنتصف على الجهة اليمين، محاولة لفريق قرار، ضغط في الجبهة اليمنى لتمرير الكرة والبحث عن مرتدات، لكن تتخلص، تتخلص من عبد الله حايف إلى رمى جانبية. شكرا للأستاذ ياسر الجرهدي مدير مركز الإعلامي لفريق قرار اللي وافانا في المعلومات وبعض الأخبار عن فريق قرار، أن الفريق إن شاء الله راح يظهر الموسم القادم في دوري الدرجة الثانية وأن يعود إلى دوري الدرجة الأولى. نتمنى ذلك، نتمنى التواجد يا فريق قرار، تجربة مهمة وسنة أولى في دوري الدرجة الأولى، لكن يحتاج العمل، يحتاج الأدوات، التخطيط من بداية المشوار. دوري الدرجة الأولى لم يسعف أندية كبيرة شاهدناها في المحترفين، والآن تتواجد
في هنا في الدوري الاولى بسنوات سبقت الفرق الجديده اللي حضرت وظهرت واخذت الفرصه. لكن عزيزي المتابع الادوات هي المطلب الكبير في عالم كره القدم، التخطيط والماده والاختيار المهم. ركز معي على مساله الاختيار للاعب اللي يخدمك في ارضيه الملعب، في ارضيه الملعب. هنا خطا واضح في الطرف اليمين، الكوكب يتقدم بثلاثة الآن في الشوط الثاني على الدرعية، ثلاثة مقابل هدفين. خطأ ينفذ محمد السفري في الجهة اليمين، محمد السفري يرسل الكرة الأمامية بعيدة عن مالوم، لكن تتحول إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. هذا دياغو ميراندا صانع اللعب في وسط الميدان لفريق الجبلين هذا الموسم، بالمناسبة يعيش الموسم الثاني واستقرار كبير لدياغو ميراندا. شوف اخطاء دفاعية، كرات قصيرة ممكن تكلف الفريق قرار هدف ثاني. كرة عادت الآن إلى جيكسون دي سيلفا صاحب 27 سنة، أحد الانتقالات الشتوية. كرة عادت الآن للخلف إلى سلطان الدوسري، أحد النجوم في الشوط الأول لفريق قرار. كرة عادت الآن بالخطأ، يحيى القرني يلم كرة، تعود الآن عبد الله حضريتي، يحاول يمر، ينطلق فيه عبد الله داخل منطقة الجزاء، لكن تغطية من سلطان وتحضين على الكرة وإبعادها من أمام عبد الله حضريتي. سلطان الغامدي يلعبها على الجهة اليمين، كرة أمامية إلى جيكسون، تعود الآن في منتصف الملعب، نقل الكرة إلى أحمد فهد، إلى سلطان الدوسري، تمريد الكرة بين لعيبة الدفاع، تدويرها بشكل سريع الآن. بدأنا نشاهد كور منقولة بشكل رائع لفريق العار بعد التغييرات الأربع في هذه المباراة، وعرضية قادمة ولكن تبعد إلى ركلة الزاوية، تبعد إلى ركلة الزاوية. أربع لقاءات، ثلاث لقاءات عفوا، لقاءين في دوري الدرجة الثانية. في دوري الدرجة الثانية التقى الفريقين في موسم 78 و93، انتصر فريق الجبلين بالأربعة في موسم 78 وفي موسم 93 أيضا فاز بهدف مقابل لا شيء. كرة عادت الآن في الجهة اليمين، مالوم يمشيها إلى ديمورا، تقطع بشكل رائع. كرة في اليسار، عبد العزيز الشمري الكابيتانو، كرة عادت وراسية تأتي، ولكن ريكاردو كان أقرب. تبعد من حارس المرمى، سلامات للاعب الجبلين الواقع في وسط الملعب. نعم أيها السيدات والسادة، نعود بحضر إن شاء الله. سامعين الآن أصوات المشجعين في المدرج، والله معطي حياة ثانية، إضافة كبيرة للاعب في أرضية المباراة أو للمعلق في كابينة التعليق. شوف المنظر، متع عيونك بهذا الجمهور العريض في حائل لفريق الجبلين. شوف بعد حيي، شوف هنا جمهور الجبلين يتغنى ويحضر ويساند فريقه في هذه المباراة، في هذه الجولة المهمة نحو الصعود، نحو تحقيق الحلم في دوري المحترفين بعد مضي سنوات كبيرة لفريق الجبلين. في هذه الجولة التاريخية نشهد العودة للجماهير من جديد للملاعب بعد التوقف الطويل والإبعاد بسبب جائحة كورونا.
اليوم نعود للمدرجات للحياة. شوف المشجع الحاضر يتابع مباريات دوري الأولى أو دوري المحترفين على جواله بحضور جميل بتباعد. شكرا للجمهور الحاضر، شكرا على تطبيق الاحترازات لبروتوكولات وزارة الصحة، وشكرا لوزارة الصحة اللي قدموا لنا وبذلوا الكثير من جهد ووقت وبأرواحهم في الأيام الماضية في الشهور الماضية في يوم مهم للاعبين. كرة عادت الآن في منتصف الملعب، ديمورا بالرأس يمشيها في المنتصف، عادت من السفري إلى ريكاردو حارس المرمى. كرة على اليسار، عبد الله حايف يلعبها بيسارة إلى عبد الله حضريتي، يحاول في هذه الكرة عبد الله لكن خطأ على عبد الله، خطأ على عبد الله في هذه الكرة. رسالة للصف الأمامي ودعم القيادة المستمر والحرص لهؤلاء طوال الفترة الماضية، الكادر الطبي والدوائر الحكومية في الأيام الماضية، مبادرة من وزارة الرياضة بالشكر لمستحقي الشكر تزامنا مع العيد وتزامنا مع عودة جماهير إلى الملعب. تغيير محمد السفري، محمد منصور يحيى، محمد منصور اللاعب البديل لمحمد السفري. كرة منقولة على اليسار لفريق عرعر، محاولة الآن عرضية قادمة وراسية تأتي من الدفاع، إبعاد الكرة في منتصف الملعب. عثمان معلوم ياخذ الكرة إلى ديمورا على الجهة اليمين، كرة في المنتصف لفريق عرعر، استمرار لعب في الجهة اليمين، معلوم بالسرعة، معلوم بالأمتار، معلوم الله يعرض كرة لكن لمسة يد على سلطان، على سلطان الدوسري، على سلطان الدوسري. خطأ الآن في الطرف اليمين من هذه المرتدة السريعة على فريق عرعر. هذه الكرة، هذه المرتدة مراد الرشيدي ومحمد منصور، الورقتين الآن للبرتغالي فيليب غوفيا اللي يقدم لنا فريق شرس في أرضية المباراة. مراد الرشيدي كرة تلعب الآن تنفذ، يأتي الإبعاد من دفاع فريق عرعر. نهاية مباراة الثقبة والنهضة بالتعادل الإيجابي 1-1. كرة عادت إلى مراد الرشيدي إلى دياغو ميراندا، يحاول فيها البرازيلي يتقدم، يلعبها في وسط الملعب، تتمرر الكرة لكن تبعد إلى منصور، خلصها سلطان الدوسري. كرة على اليسار ولكن تصطدم بلاعب فريق عرعر يكسب فيها الجبلين. الرمية القادمة، هذا محمد منصور، محمد منصور بطاقة صفراء على عبد العزيز الشمري الكابتن والليدر لفريق عرعر. حكم يكتفي برمية جانبية، دياغو يلعب الكرة لميراندا لديميورا كارلوس عفوا. هزازي يلعب الرمية الجانبية بعيدة عن دياغو، تتخلص مرة أخرى. شكرا لكل جهد يبذل من أجل هذا الوطن الشامخ
إن شاء الله. وشكرا للجميع في الفترة الماضية. كرة في وسط الملعب تتخلص إلى سالم على اليمين، محاولة الآن لفريق عرعر، كرة عرضية خطيرة رأسية لكن بعيدة بعيدة عن الروس إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. سبعين دقيقة على هذه المباراة، سبعين دقيقة لعب وركض في أرضية الملعب. كرة تلعب الأمامية في الجهة اليسار، توازن كبير وتقديم عطاء أفضل من الشوط الأول لفريق عرعر. كرة في وسط الملعب، يحيى القرني يمشي كرة إلى عبد الله حضريتي، محاولة من عبد الله لكن العساف يقطع الكرة الماضية. كرة عادت الآن إلى سلطان الدوسري إلى حارس المرمى سلطان الغامدي، ديمورا ضغط لحارس المرمى. كرة تلعب، يكسب فيها رمى جانبية لاعب فريق عرعر. كرة ملعوبة الآن، يحاول لكن طالت كرته إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. هذه اللقطة الماضية كرة عادت الآن في المنتصف، زياد سالم إضافة في الشوط الثاني، زياد ومحمد بشير الأوراق اللي في الشوط الثاني غيرت في أداء نقل الكرة بشكل أسرع. لكن كرة ملعوبة على اليمين لفريق الجبلين، وفرصة هدف ثاني، فرصة هدف ثاني تمر مرور الكرام، كانوا قريبين من تسجيل هدف ثاني لكن إبعاد سريع ومرت مرور بشكل غريب على ديمورا، على ديمورا. كرة في اليسار، نقل الكرة بشكل طولي إلى منصور عسيري، إلى مراد الرشيدي، عبد الله حايف، تقطع الكرة تعود الآن في وسط الملعب إلى عبد الله حضريتي، حكم يعطي استمرار إلى دياغو ميراندا البرازيلي، مررها إلى الجهة اليمين، محاولة لفريق الجبلين لكن تقطع، تقطع. محمد منصور في الجبهة اليمنى ينتظر كور وتمرير إلى ديمورا. كرة اليسار، عبد الله حضريتي في الجهة اليمين، دياغو ميراندا ضغط على لعيبة الجبلين لكن يفتك كرة، يفتك كرة عبد الله حضريتي، يفقد كرة تعود الآن سريعة مرتدة لفريق عرعر، ترسل أمامية وطولية للاعب ومهاجم عرعر لكن ريكاردو أقرب، ريكاردو، ريكاردو أقرب، ريكاردو أقرب في الكرة الماضية. هنا الإعادة، هنا الانفراد لديمورا. إذن جاكسون دي سيلفا مهاجم فريق عرعر يغادر أرضية المباراة، ومنصور غربي، منصور غربي صاحب الرقم 23 الآن يشارك في الدقائق المتبقية. هذا جاكسون دي سيلفا، لم نشاهد خطورة من جاكسون في الشوط الأول ودقائق في الشوط الثاني. الآن حكيم عون يريد أن يعطي الفرصة لبعض اللاعبين في دكة البدلاء، عبد العزيز السعود يستعد للنزول للدقائق القادمة، عبد الله حضريتي
عبد الله حضريتي يغادر صاحب الصناعة في الشوط الأول، صاحب الأداء الجميل عبد الله حضريتي. يريد المدرب قوفية إراحته، وهنا فرصة الآن في منطقة الستة لفريق قرار، يلعبون على كرات طولية، كرة في الوسط إلى ميراندا، حاول فيها دياغو لكن يكسب خطأ، يكسب خطأ في الجهة اليمنى. حكم المباراة يأمر بإعادة الخطأ في مكانه الصحيح. هذا دياغو ميراندا، خطأ في الطرف اليمين وركلة حرة مباشرة. مراد الرشيدي ودياغو ميراندا على تنفيذ الخطأ القادم على الكرة الثابتة، على الكرة الثابتة للجبلين. خطأ للفريق البني، مراد الرشيدي ينفذ الخطأ، كرة بعيدة كل البعد عن مهاجمين فريق الجبلين إلى ركلة مرمى. هذا مراد الرشيدي، مراد الرشيدي كرته كانت بعيدة، لم يستفد منها مهاجمين فريق الجبلين. مباراة بالتأكيد صعبة، حتى لو كانت الفوارق كبيرة بين الفريقين في هذا المساء، جولة مهمة عزيزي المشاهد لفريق الجبلين، ولكن في المقابل يبحث فريق العرعر تقديم نفسه وإعطاء صورة أخيرة أخيرة في دوري الدرجة الأولى. كرة ملعوبة الآن في الجهة اليمين، نقلة إلى منصور يتركها في الجهة اليمين، لكن راية 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 على لاعب فريق الجبلين في هذه اللقطة، في هذه اللقطة عبد العزيز البري حكم المساعد الأول، راية صحيحة واضحة. كرة أمامية تلعب، تصل في المنتصف، تعود للعساف ياسر، يتركها إلى أحمد فهد، أحمد فهد ياخذ كرة، يلعب الكرة الطولية، يعتمد كثير كثير فريق عرعر في الشوط الثاني على الكرات الطولية. هل يتوجون هذا الأداء وهذا الضغط في الشوط الثاني من الكرات والاستفادة من الكرات الطويلة وتعديل النتيجة؟ كرة تلعب، ميريكاردو تأتي منتصف الملعب، بالراس تأتي لمراد الرشيدي، تنقل إلى منصور بعيد عن دياغو إلى الرشيدي، وخطأ في منتصف الملعب بين لاعب الجبلين مراد الرشيدي ولاعب، هذا مراد الرشيدي لاعبين فريق قرار. مع حديث مع حكم اللقاء في هذه الكرة، في هذا التهور، في الاحتكاك الماضي، في الاحتكاك الماضي هذه الكرة قريبة من حكم المباراة، ننتظر رأي الحكم وقراره في هذه الكرة، لكن حكم المباراة الآن يطمئن على اللاعبين في أرضية المباراة، وبطاقة صفراء راح يشيرها إلى مراد الرشيدي في هذه الكرة، في هذه اللقطة. في الجولات المتبقية لا يهم المستوى ولا أداء، الثلاث النقاط هي الأهم، هي المحك الرئيسي في تواجدك في تحقيق الانتصار وإضافة النقاط يا فيليبيو غوفيا صاحب 48 سنة، موسم جميل يعيشه غوفيا البرتغالي في هذه الإدارة الفنية ومع اللاعبين المتميزين بصراحة للجبلين. بطاقة صفراء لمراد الرشيدي، بطاقة صفراء. بعض اللاعبين عزيزي المتابع يرتكب خطأ، وشوف نظرات فيليب غوفيا على هذا الخطأ وكأنه غير راضي في هذا الاحتكاك، كما يحتاج هذه القوة المفرطة هذا التهور على قدم لاعب فريق عرار. ولكن فريق عرار في الشوط الثاني
يظهر يقدم كاريزما مختلفة عن المباريات الماضية، يقدم نفسه، يحاول أن يقدم ما عنده، وما تبقى من بعض فريق قرار. كرة في وسط الملعب، دياغو ميراندا يمشي إلى منصور، مرور جميل، الله الله على هذه المرتدة القادمة والفرصة المناسبة لكن قراءة دفاعية لإبعاد الخطورة الجبلاوية. كرة في الوسط، عادت مرة أخرى، يكسب خطأ لاعب فريق قرار. عبد العزيز الشمري الليدر يرسلها باليسار إلى مراد، إلى سالم، إلى زياد، إلى مراد الرشيدي، تعود إلى الخلف، تبعد أمامية، تصل في منتصف الملعب، نقل الكرة بشكل جميل، الله 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 على هذه الكرة يا منصور يا غربي اللي حاول يلعبها في العمق الدفاعي لفريق الجبلين، لكن كان حارس المرمى أقرب، حارس المرمى قريب للخطورة الماضية. كرة عادت في الجهة اليسار، خطأ لأحمد المحيميد، يحتسب حكم اللقاء ياسر العساف على تنفيذ الخط القادم. شكرا للجماهير اللي حضرت وتواجدت من بداية هذه الجولة، سواء على دوري المحترفين أو دوري الدرجة الأولى، وقاموا بتطبيق الاحترازات الصحية في الملاعب. أصبحنا واعين ومحصنين، والحمد لله، هذه نعمة كبيرة من دولتنا العظيمة اللي قدمت كل شيء في جائحة كورونا وتذليل الصعاب. والشكر موصول إلى وزارة الصحة والكادر الطبي اللي بذل جهد كبير حتى عدنا إلى أماكننا، إلى الملاعب، إلى حياتنا الطبيعية. كرة عادت الآن في المنتصف، هل ينهي الجبلين هذه المباراة بهذه النتيجة أو يضيف، أو نشاهد ردة فعل لأبناء الشمال لفريق عرعر؟ كرة عادت الآن في منتصف الملعب إلى مراد الرشيدي، تعود مرة أخرى، دياغو ميراندا يرسل كرة في الجهة اليمين، دياغو يحاول، الله الله على لمسات هذا البرازيلي، كرة في الجهة اليمين إلى مراد، إلى سعود عبد العزيز، إلى الجهة اليسار، إلى مراد الرشيدي مرة أخرى، إلى عبد الله حايف، خالد الشويع، تمرير الكرة، مجموعة من التمريرات تدويرة في منطقة الدفاع، إلى الأمام، إلى الأمام، عرضية راسية، ميراندا، لا والله إلا كارلوس ديمورا، هذا المساء لم يسجل بالرأس، لم نشاهد خطورة حقيقية، شاهدنا فرص في مواجهة المرمى من عرضيتين كانت مناسبة لكارلوس ديمورا، ولكن ركلة الجزاء استفاد منها الجبلين. كرة في على الدائرة، تعود في وسط الملعب مرة أخرى، نقل الكرة إلى أحمد فهد باليسار، يرسلها لكن راية على لاعب فريق عرعر في هذه الكرة، هنا النقلة، هنا الراية، والله صعبة، حالة جدلية صعبة، يعني بداية لعب الكرة، خروج اللاعب، هذه راح نشاهدها إن شاء الله عند حكمنا الدولي في برنامج دوري الدرجة الأولى مع الأستاذ القدير خضير البراق. هذه اللقطة تحكيمية صعبة للأستاذ والمحلل والحكم الدولي ممدوح المرداسي، وشرحها وتفاصيلها لبعض اللقطات في المباريات في هذه الجولة حتى يستفيد المتابع. كرة عادت الآن، الرمى الجانبية في وسط الملعب مرة أخرى،
تنقل الكرة لكن بعيدة بعيدة. حلقرني يقدم جهد كبير في هذه المباراة، لاعب على مستوى التوزيع، على مستوى إرسال الكرة للأطراف. حلقرني أحد نجوم هذا اللقاء، بلا منازع، ركلة زاوية تنفذ على القائم الأول، الإبعاد السريع يأتي، تصل في اليسار، كرة طالت، تصل سالة لدفاع فريق الجبلين. ديمورا يأخذها، تغيير الاتجاه في الجهة اليمين إلى منصور، إلى عبد العزيز السعود، يفقد الكرة، تتحول إلى فريق عرار، تصل في الوسط، ترس إلى أمام، ريكاردو يوجه الدفاع بالتراجع، ورقتين لجوفيا للبرتغالي، خروج حلقرني. إذن سلطان الشمري وسليمان النخلي، ورقتين قادمة، خروج دياغو ميراندا وحلقرني. سلطان الشمري يستعد للنزول، إذن دياغو ميراندا وحلقرني يتركون أرضية المباراة، يريد أن يهاجم فيليب غوفيا في الدقائق المتبقية، أرضية قادمة تتخلص، الدفاع يبعدها إلى رمى جانبية عبد العزيز الشمري، يلعب الرمى الجانبية، سلطان الشمري باليسار، ترسل لوسط الملعب، تصل أحمد الفهد، يلعب كرة أمامية في الجهة اليمين، لكن راية على لاعب فريق عرار المتواجدة في الطرف اليمين. منصور عسيري، آخر دقيقتين على نهاية هذه المباراة، والجبلين يتقدم بهدف. عزيز المشاهد، الجبلين يبدع ويتألق ويسطر في هذه الجولة مع عودة جمهورة هنا في حائل. يا بعد حي، الله الله على هذا الإبداع من الجمهور الحاضر ولهذه المساندة الكبيرة في هذا المساء. كرة ملعوبة الآن، تصل في وسط الملعب، تتخلص الإمارات الرشيدي، سلطان يمشي كرة، وفرصة، الله، شوف السيست من اللاعب سلطان الشمري، شوف هذه التمريرة، والله تدرس، والله فرصة هدف ثاني، تضيع على فريق الجبلين، الله على هذه لقطة، على هذه فرصة يا محمد، يا منصور بهذه الوضعية ما تلعب يا كابتن، بهذه اللعبة ما تلعب، لكن العجلة من هذا اللاعب والاستعجال في لعبها بشكل سريع. مراد الرشيدي يلعبها إلى منصور، محمد يعرضها وفرصة، لكن أقرب لها سلطان الغامدي يتألق ويبدع، يبعد هدف ثاني على فريق الجبلين. كرة عادت، كرة قصيرة، خطأ لمراد الرشيدي صاحب البطاقة الصفراء. شكرا لفريق عرار اللي تواجد هذا الموسم وكسب الخبرة. كرة عادت الآن في وسط الملعب مرة أخرى إلى زياد بن سالم، كرة طويلة لكن تتخلص إلى رمى جانبية. 90 دقيقة تنتهي، 4 دقائق مضافة يحتسبها عبد الله العويدان حكم الدرجة الأولى، 14 مباراة هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى. كرة عادت في وسط الملعب، تنقل بشكل حلو
في الجهة اليمين تبعد تصل لريكاردو، ريكاردو البرتغالي حارس المرمى، أقرب كان للكرة الماضية، كرة السلطان الشمري. والله يا هي كرة تدرس، هذا الخبرة، هذا خبرة في وسط الملعب، وكأن يذكرني بلمسات زيزو زيدان. الله عليك يا سلطان، لعبها باص عيون، باص عيون سلطان الشمري، لعبها بخبرة. كرة عادت الآن للخلف إلى علي الجايم، ديمورا ضغط على حارس المرمى، كرة في الوسط يسيطر عليها فريق العار، تنقل أمامية طولية، تبعد مرة أخرى، راسية تأتي، خطأ يكسبها لاعب فريق العار هنا في الطرف اليسار، حاول فيها. مباراة كانت صعبة على فريق الجبلين، هذه حلاوة دوري الدرجة الأولى، ما في مباراة مضمونة، حتى لو الفريق هابط، حتى لو أمامك الفريق هابط ومودع وراحل إلى دوري الدرجة الثانية. شوف عرار اللي يظهر بقوته، يظهر في الشوط الثاني بهذا الأداء، التميز السريع من فريق عرار. زياد بن سالم، كرة ملعوبة الآن، خطأ ينفذ، تتخلص سريعة في الجهة اليمين، تتحول إلى رمية تماس، نلعب في الوقت المضاف والمقدر من حكم الساحة عبد الله الويدان. زياد بن سالم يلعب الرمية الجانبية، كرة في وسط الملعب، عادت مرة أخرى إلى منصور، بعيدة عن زياد سالم، تتخلص من دفاع فريق الجبلين، هل يحافظون على هذه النتيجة؟ زياد بن سالم على تنفيذ الرمية الجانبية، حكم يأمر بتغيير الرمية الجانبية، تنفيذها كان خاطئ، قرار من حكم المباراة. هذه الإعادة، هدوا يا شباب، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رامية جانبية، حكم المباراة، كرة عادت الآن عند سلطان الشمري، حاول فيها سلطان، الله يا سلطان، أمام لاعبين، يفقد كرته، تتحول أمامية، تعود مرة أخرى إلى رمية جانبية، تلعب الرمية الجانبية، تتخلص الآن، عادت مرة أخرى في المرمى، كادوا أن يفعلوها فريق عرار، كادت خطيرة على المرمى، ريكاردو ينقذ الموقف، ريكاردو البرتغالي ينقذ هذه الكرة اللي كان فيها هفوة من دفاع فريق الجبلين، ركلة زاوية أخيرة، تلعب الآن، والراسية تأتي، ودفاع فريق الجبلين يخلصها، تصل في وسط الملعب، عادت على اليمين، ديمورا يحاول يكسب كرة، صافرة حكم المباراة، تنهي هذا اللقاء، بفوز فريق الجبلين بهدف مقابل لا شيء في مباراة هذه الجولة، جولة عودة الجماهير. مبروك للجبلين الثلاث النقاط الثمينة، حظ أوفر لفريق عرار اللي قدم مباراة كبيرة على مستوى التغطية الدفاعية وعلى مستوى التكتيك.